الصوت واضح؟ طيب تمام. الأول بنرحب بيكم في المعهد القومي للتدريب، وبنرحب بأساتذتنا الأفاضل اللي شرفونا النهارده، والأستاذ الدكتور محمد فاضل. سعيد إن أنا موجود معاكم، أولا موجود في بيتي الأول اللي بدأت معاهم من زمان المعهد العربي للتنمية المستدامة، وبدأنا في نفس الوقت تقريبا في وقت الدبلومة التشوهات، بدأنا مع بعض الدبلومة بتاعت سبورتس ميديسن. ورحب بيكم في بيت التاني اللي هو المعهد القومي للتدريب. احنا هنتكلم على الفوت الإزامينيشن. ممكن تكون انتوا حضرتوا حاجات شبيهة بالسيناريو ده اللي بنعمله دايما في مجموعة الفوت، في الفوت إزامينيشن، انا والدكتور عمرو او الدكتور محمد مختار، هو الثنائيات دي. احنا بنشرح البرزنتيشن لستيبس وايز هتشوفوها، هنأبلاي على البيشن، وهنحتاج انتر اكشن منكو، ناس من عندكو تبدأ تقوم تعمل معانا الديمونستريشن. اوكي يا شباب؟ طيب نبدأ الاول مع الدكتور عمرو فاروق. السلام عليكم. انا دكتور عمرو فاروق، درس عظام في تبع ان شمس. نختصر موضوع الاكزاميشن كده بس احنا نقول جزء واحد لما اول حاجه احنا عايزين نسكيب بقى يعني موضوع الهيستوري والجنرال اكزاميشن عشان نبدا على طول في اللوكال اكزاميشن. الحاجات المهمه بس اللي احنا عايزين ننبه عليها في الهيستوري دي بالنسبه لاي عيان عنده مشكله في الفود اند بانكينج، اهم حاجه في الهيستوري هي سموكينج ديابيتس. تمام، هو يعني واحده واحده كده عشان باختصار. السموكينج مهم جدا لدرجه ان بعض الجراحين لما يبقى عيان هيفي سموكر خصوصا بره ممكن يعني ما يرضاش ان هو يعمل له عمليه خالص، لدرجه ان الامريكان اكاديمي السموكينج از وان اوف ذا كونترا انديكيشنز في حالات معينه، مثلا السب تيلر فيوجن، الفيكسيشن اوف كالكينيا فراكشرز. تمام، لو انت عندك تمشي كونزرفتيف ولا تمشي اوبراتيف، وان اوف ذا ريكومنديشن هيفي سموكرز ان انت ما بتعملش للعيان العمليه دي، لان الانسيدنس اوف فاسكولار السكين كومبليكيشنز والديلايد ووند هيلينج في والديلايد فيوجن هيلينج بيبقى عالي جدا في العيانين الهيفي سموكرز. النقطه الثانيه بيقول عليها الدكتور عمرو الديابيتس. احنا عندنا كده العيانين في الفوت اول ما بنسال هو انا بكاتيجورايز على طول دايابيتك ولا نان دايابيتك. دايابيتك ليه سكه، نان دايابيتك ليه سكه تانية. اوكي، يعني بتختلف في المانج في نقاط مانجمنت في نقاط كتير. تمام، يعني مثلا فراكشر بتاع البوتس فراكشر ان دايابيتكس المانجمنت تختلف عن فراكشر ان نان دايابيتك. عيان هعمل له ديفورميتي كوريكشن في التوز زي العيان ده في التوز بريفرال وممكن يحصل له اسكيميا عنده فاسكولار امبيرمنت، دايابيتك يختلف عن نان دايابيتك. تمام تمام، ده الحاجات المهمه اللي بس عليها. بعد كده بقسم الهيستوري عادي خالص، بيرسونال هيستوري والهيستوري اوف بريزنت اكسي الكومبلين بتاعت العيان. الكومبلين في الفوت اند انكل دايما بتبقى ايه؟ موستلي بين فيت ابورتي ديفورمتي سويلنج، هما الثلاث حاجات الايه المشهورين. تمام، بعمل اناليسيس للكومبلين بتاعتي، بعمل اناليسيس للبين فاكتورز انكريزنج فاكتورز ديكريزنج، بيجي ابدا المكان بتاع الماكسيمم بين الكلام العادي. تمام، طيب ايه تاني مهم في بعد كده بنبتدي في الفاميلي هيستوري. ايه تاني ممكن يكون مهم في الفاميلي هيستوري اللي علاقه بالفود اند اكل؟ في حاجات ليها جينيتك بريديسبوزيشن مثلا كتير، مثلا الحاله بتاعتنا اللي موجوده دلوقتي دي حاله ايه؟ الوكس فالجاس، واحده من حاجات الفاميلي هيستوري. ده اوتوسومال دوميننت وبيجي في الفيميل بريدوميننس وبينزل ان سكسيشن. الام تدي لبنتها تدي لحفيدتها بتمشي كده بنسبه، في حاجه بنسميها انكمبليت بنترانس بعض الحالات بتسكيب، انما العادي ان هو بيمشي اوتوسومال دوميننت بالطريقه دي. يبقى الحاجتين اللي حتى احنا معلمين عليهم المكتوبين بالاحمر دول هم الدايابيتس والسموكينج، هم دول اهم حاجتين في الهيستوري. بالنسبه للاكزامينشن الجنرال اكزامينشن في حاجه مهمه في العيان بتاع الفوت اند انكل. ايه المهمه في الجنرال اكزامينشن بتاعه؟ هايبرلاكستي. العيان ممكن يكون بيشتكي من ايه ويكون ليه علاقه بهايبرلاكستي في الليجمنتس بتاع جسمه كلها. يعني مثلا عيان الفات فوت بس ده ممكن يكون عنده ايه؟
عنده جنرالايز هايبرلاكسي. طب ده هيفرق معايا اذا انا اكتشفت ان في عنده جنرالايز هايبرلاكسي، هيفرق معايا في الديسيجن ميكنج بالنسبه للعيان ده او في العلاج بتاعه؟ ازاي؟ افرض ان العيان ده عنده هايبرلاكسي في السوفت تيشو بروسيدرز بالنسبه لي هتبقى ضعيفه، مش هقدر اعتمد عليها بالقوه. يبقى انا فعلا هتجه اكتر للبوني بروسيدرز او الفيوجنز، تمام؟ راذر ذان ان انا اعتمد على السوفت تيشو بروسيدرز. طيب ايه تاني غير الهايبرلاكسيك؟ الروماتويد. الروماتويد ده مهم جدا. ليه؟ سوفت تيشو بروبلم، مالتيبل جوينت افكشنز. الفوت فيها، الفوت فيها 59 فيها 19 جوينت، فيها 19 جوينت. الروماتويد مي افكتد، يعني هتعمل فيوجن للسب تيلر لوحده ويشتكي من التيلو نافيكرو كاكيني كيوبويد، ممكن يشتكي من تارسو ميتاتارسال جوينت وهكذا، تمام؟ بصفة عامة في الروماتويد انا بميل اكتر ناحية الفيوجنز ولا ناحية الاوستيوتوبس؟ اذا كنت بصلح ديفورمتي في الفيوجن، الاوستيوتوبس في الروماتويد عموما معروف ان هي ايه؟ السكسس ريت بتاعها قليل، فعشان كده بتجه اكتر ناحية الفيوجن. طيب السباين اكزاميشن مهمة في حالة الفوت؟ كويس جدا، ديسك ومعاه فوت دروب، صح؟ طيب ايه الديفورمتي اللي في الفوت اللي بتبقى مشهوره قوي مع مرتبطه بحاجه في السباين؟ ديسكي، بس مرتبطه بايه؟ نيورولوجيك. ممكن العيان ده يكون عنده ايوه شاركوت ماريتوث. ناخد بالنا الشاركوت ماريتوث شويه اذا نيورولوجيكال ديزيز، بس مش ريليتد قوي يا شباب للسباين. اتس كورونيال ديستروفي، بيبدا ديستال، في مشكله في النيرفز بس مش سنترال، تمام؟ الشاركوت جوينت ده برضه يعني لوكال، لو عيان عنده سباينال كورد انجري ممكن يبقى عنده شاركوت جوينت. تمام، السي بي والفوليوم. طيب يبقى دي الحاجات المهمه اللي احنا المفروض ناخد بالنا منها في الجنرال اكزامينشن. تيجي بقى في الموضوع الرئيسي بتاعنا اللي هو اللوكال اكزامينشن. هنعمل له سكيما سهله خالص بحيث ان احنا مفيش حاجه تبقى ميس مننا. انسبكشن، لوك، وبعدين فيل، وبعدين موف. نبتدي باللوك الاول. هنبص على العيان، هنبص على العيان من انهي اتجاه؟ كل الاتجاهات. طب نبتدي كده واحده واحده. العيان الاول سيتنج ولا ستاندنج ولا سليبنج ولا ووكينج؟ ولا ووكينج في الاول. اول حاجه نخلي البيشنت ان هو يبدا ووكينج، تمام؟ وقبل ما قبل الخطوه ديت اكسبوجر، اكسبوجر عيان الفوت بنكسبوز من اللي فين يا جماعه؟ تمام، وي هاف تو اكسبوز فروم ذا جروين داون. الكلاسيك تيتشنج في الفوت بنكسبوز من الجروين داون. واي وي شود اكسبوز ذيس؟ اول حاجه ببص عليها الليمب الاينمنت، لانها بتبقى ريفلكتد على الفوت الاينمنت. فيري كومن اسوشيشن، نلاقي فالجاس نيز ويز فالجاس فيت، نلاقي كيفرس فيت مع فارس نيز، يعني ده فيري كومن اسوشيشن بيبقى موجود. طيب تمام، ده الاكسبوجر. تاني خطوه بنبص عليها العيان هي الجيت، بتشوفه وهو ماشي. وات تايبس اوف جيت بنشوفها كومنلي في الفود بروبلمز؟ نبدا اول واحده واتس انتالجيك جيت. هو بيقول انتالجيك جيت نسمع بعض تعريف الانتالجيك جيت. شورت ستانس فيز، تبقى شكلها ايه بقى؟ مثلها. ممتاز، تمام. احنا عارفين كلنا ان في عندنا حاجه بنسميها السوينج فيز، وفي عندنا حاجه اسمها ستانس فيز. الستانس فيز بيبدا اول حاجه فيه اسمها هيل سترايك، وبعد كده فوت فلات او ميد ستانس، وبعد كده تو اوف او بوش اوف، تمام؟ دول الثلاثه بتوع الستانس فيز. الطبيعي ان الستانس فيز بيستغرق قد ايه من الجيت؟ 60%، والسوينج 40%. والمين ستانس فيز بيبقى موجود عندي فين؟ في الفوت فلات اللي هو الجزء الوسطاني، ورجلي عامله كده. العيان الانتالجيك كده ده عيان عنده بين، فبيحاول يقلل بقدر الامكان
فرصه الويت بيرنج في اثناء الستانس فيز. فبنسميها ايه؟ بنسميها شورت ستانس ترانكيتد. ترانكيتد يعني بيزق بجسمه بعيد عن المكان بتاع البين. فزي ما انت وصفت كده هو هيمشي كده هيمشي كده هيمشي كده، تمام؟ شورت ستانس فيز وترانكيتد، بيزق بعيد عن البين اللي هو حاسه. جميل قوي. دي انتالجيك جيت. ايه تاني جيتس في الفوت؟ اوكي احنا يعني ريليتد للفوت، هاي ستيبج جيت، تمام؟ اللي هي فوت دروب، ما بيقدرش يعمل كليرنس، فبيستخدم الماسلز هاير بروكسيمال علشان يشيلها، بيرفع رجله عالي وبينزل ستامبنج جيت او هاي ستيبج جيت. طيب في حاجات تانية، حاجات بقى الشائعه في البيدياتريك اساتذتنا اكيد قالوا لكم عليها، الانتوينج الاوتوينج الحاجات دي كلها، تمام. بعد الجيت، بعد الجيت اشوف العيان سكشن فروم ويتش سايد فروم ذا فرونت. طيب ناخدها واحده واحده، ابص على العيان فروم ذا فرونت وهو ستاند وابص له من قدام، ايه اللي ممكن اعلق عليه في الاتجاه ده؟ ابص على عيان من قدام اشوف ايه في الفوت، ايه الحاجه اللي ممكن كويس. هتشوف التوز يعني هتشوف الفور فوت بتاعت العيان كويس، ممكن تشوف ايه؟ حلو الجواز الاول، حلو سالتس، تمام كويس قوي. ميتاتارسس ادكتس، ممكن تشوف حاجه في الليسر توز، هامر توز او كلوز توز، تمام. ايه تاني نقدر نشوفه في العيان؟ كالوزيتيز السكين، فاريكوزيتيز جزء من الكوزيس اوف فود بين، الفاريكوزيتيز يعني كتير بيشتكوا من بين، لازم تو انالايز البين تعرف ده بين بتاع فاريكوزيتيز بيحصل له مع الوقفه الكتير مع الاند اوف داي، بيبقى معاه سويلنج وديفيوز وبايلاترال وفي فاريكوزيتيز ولا، فيوهاف تو تشيك فور ذيس، تمام. هنا عايزين حد بقى فولنتير يطلع اتفضل يقول لنا مثلا كومنت هنا انسبكشن فروم فرونت على الفور فود، شايف ايه؟ طيب نقدر نشمر البنطلون كويس للاخر، نعمل الاكسبوجر هنا بس فور بيشنت يعني الناحيه الثانيه، طبعا لازم الاكسبوجر يبقى بايلاترال، ولو نقدر نقف كده اوكي. هنعمل سيميوليشن دلوقتي انسبكشن فروم فرونت، وات كان يو سي؟ تمام في فلات فوت، تمام في ألسرز، في كالوزيتيز وألسر. طيب ايه قيمه ان انا بكومنت على الكالوزيتيز؟ الكالوزيتيز بتعبر لي على ايه؟ على بريشر، تمام، ارياز اوف بريشر موجوده عنده. هنا الكالوزيتيز موجوده عنده فين؟ في السكند تو، السكند تو دورسال، بيحصل فريكشن مع الشوز على طول، مكان البانيون في حته ثانيه، في مكان الصدر اوكي، في واحد ثاني موجود مكان الصدر. طيب ده كلام جميل، ده فروم فرونت، دي اول حاجه بنعمل عليها كومنت. وما ننساش نعمل كومنت على الهول لور ليمب الاينمنت، ونشوف على الاينمنت بتاعت الليج. طيب اتفضل. لما نقول فلات فوت بنقول مثلا لوس اوف ارش، لوس اوف ارش فلات فوت تيز ا سيم، هي اتز ذا سيم مينينج، مفيش مشكله، قول اتس لوس اوف ارش، لوس اوف ارش. احنا يعني هنبص على العين من بقيه الدايركشنز، احنا خلصنا كده فروم ذا فرونت فروم ذا ميديال سايد، المهم قوي ان انت تقول ايه؟ لوس اوف ميديال ارش، هي يعني تعبير كويس، لوس اوف ميديال ارش، ودي هتعلق عليها اكتر لما تبص على العين فروم ذا ميديال ايه؟ سايد. طيب هنبص على العين فروم ذا لاترال سايد، ونخلي اخر حاجه لايه؟ فروم ذا باك، عشان فروم ذا باك هنعمل حاجات اكتر شويه، تمام؟ طيب فروم ذا باك هو في نهايه الموضوع خالص، يعني في نهايه الاكزامينشن في سبيشال ليست، تمام؟ والسبيشال ليست دي بتبقى خاصه بكل ديزيز، يعني لو انا شايف ان العيان ماشي في اتجاه ان هو يتشخص مثلا
تجالس posterior insufficiency. هبتدي يبقى في specialist تؤكد لي الموضوع ده. مشكله في الاكين ستاندو يبقى في specialist تؤكد لي الموضوع ده. فانا لما ابص على العيان from the back انا هدفي دلوقتي ان قبل ما العيان يغير الوضع بتاعه لو في specialist اقدر اعمله كمان في نفس البوزيشن اللي العيان واقف فيه ده هعمله واخلصه علشان مش بعد ما اقعد العيال او انيمه وابتدي افحص حاجه ثانيه ارجع اوقفه مره ايه. دي نقطه مهمه قوي في الامتحانات وبنشوفها وبتتحاسبوا عليها في الاوسكي مع الدكتور ممدوح في الزماله وبرضه هتمتحنوا عليها في الكلينيكال اللي هي الديس اورجانيزد مانر اوف اكزامينيشن. انت دلوقتي وي ويل لوك فروم ذا باك فور ذا بيشنت. ده استاذن ساعتك تديهم ظهرك. You are looking from the back right now وبتبص عليها وبتعمل كومنت تمام. لقيت في فالجس عايز تشوف في تي بي ار اس بوستيريور انسفيشنسي ولا ما فيش تمام. بالمره نعمل للبيشنت دهوت تيب توينج تيست هير رايز تيست عشان اشوف في تي بي ار اس بوستيريور انسفيشنسي ولا ما فيش. ده قصد الدكتور عمرو. هتعمل سبيشال تيست في الترتيب الكتاب في الاخر بس ما تقعدش تعدان وتقومه ونعيد التيست مره ثانيه. دو ايفريثينج في نفس البوزيشن تمام. طيب احنا قلنا هنكومنت فروم ذا باك هنكومنت على ايه؟ تمام عليك تمام. الرايت سايد هتلاقي فيه شويه فالجس هيل موجود عند العيان تمام. يو كان سي ات وايل بيشنت ستاندينج تمام. هل في كومن اسوشيشن ما بين الفالجس هيل والبروبلم بتاعت الفور فوت؟ في فيري كومن اسوشيشن ان الاقي هالوكس فالجس مع بيسبلانو فالجس تمام. فيري كومن اسوشيشن ممكن تكون سكندري ممكن تكون دي برايمري. طيب الهير رايز تيست بتاع تي بي اس بوستيريور انسفيشنسي هنعمله بنعمله ازاي؟ فولنتير تاني تيب توينج. امتى اقول التيست ده از بوزيتيف؟ ما يقدرش يطلع عليها تمام. وهي المفروض هي تبقى بس مش هيبقى فيها لو هي فلكسبل او لا شوف هي ريجيست ديفورمز او لا تمام. الهير رايز تيست اللي احنا بنعمله وين وي تيست تي بي اس بوستيريور وي اسك البيشنت لو في حد نورمال فولنتير يقول له شوف انت عندك فلات فوت حلوه اه طب ممكن نعملها اه انا لقطها على طول وانت واقف والشمال اكتر ها باينه من الجزمه طبعا واحده من الجزء من الاكزامينيشن بتبص على الشوز طبعا بتلاقيها منحوله على النحو فعنده بايلاترال في الحقيقه. طيب عندنا هنا ده فور كوركشن ها. طيب عندنا دلوقتي لما تيجي تشوف الفالجاس هيل مهم برضو قوي يعني تقول تعلم البيشنت بيشنت اديوكيشن تقول له اقف 11 مش 7 يعني عشان تعرف تكمبير بالظبط. اقف 11 وقفت 11 وعدلتها ها مين باصص كده شايف في فالجاس هيل وفي لوس اوف ارش موجود على الليفت سايد اكتر من الرايت سايد تمام. هنعمل هيل رايز تيست وقف على 37. حد يقول لي على كومنت وقف على 37 كويس تمام. نمبر 1 هي كود دو هيل رايز تيست دي رقم 1 تمام. فدي معناها ان في عندنا مفيش تورن تيبيالس بوستيريور يعني ات از انتكت تمام. الخطوه الثانيه ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ايه في الهيل؟ بيحصل كوركشن تمام؟ بيخش في فرص شويه. هتلاقي على اليمين كويسه على الشمال مش قوي يعني. خلاص خلاص انزل خلاص انزل مش المفروض نعمل كده تمام؟ يبقى التيست علشان اقول نيجاتيف نيجاتيف هيل رايز تيست يعني العيان ما عندوش مشكله في الهير في التيبيالس بوستيريور لازم يقدر يعمل تيب توينج ولازم يقدر يعمل انفيرجن اوف ذا هيل لما بيقف. طبعا قصه ليه بيحصل انفيرجن فور ذا هيل وايه الميكانيزم بتاعتها والحاجات دي كلها وايه فايدتها دي نقدر نقول عليها في النظر كتير قوي. طيب ساعات العيان ما يقدرش يعمل تيب توينج وما عندوش تيبيالس بوستيريور انسفيشنسي ايه السبب؟
بين اكيلس تندون رابشر، اسباب كتيره جدا، فما هوش سبيسيفيك تيست لتيبيالس بوستيريور. تمام. ساعات العيان يقدر يعمل يقف بس الهيل ما بيلفش، دي تعني ايه؟ ريجيد بيس بلانو فالجاس، يبقى احنا بنتكلم في تارسال كواليشن، في سبتيرال ارثرايتس لسبب او كونتراكشن لسبب او لاخر. تمام. يبقى ده الهيل رايس تيست. تمام. التيست ميل لتيبيالس بوستيريور، التيست بنقول عليه نيجاتيف لو البيشنت كان ميك هيل رايز وحصل انفيرجن اوف ذا هيل. تمام. ما هواش سبيسيفيك تيست لان ممكن في اسباب اخرى تعمل لوس اوف انابيليتي تو ميك تيبتوينج. ولو التيست sometimes البيشنت يقدر يعملها كان ديفرنشيت ريجيد من فليكسيبل بيس بلانو فالجس، لو حصل انفيرجن هيل يبقى ده فليكسيبل، لو هي فيكسد يبقى دوت ريجيد. تمام. في تيست تاني بنعمله علشان بالمره الفلات فوت، يبقى خلصناه. جونز تيست اللي هو ايه؟ بيك 2 يعمل ايه؟ يرفع البيك 2 يتصلح الارش. طب بتصلح ليه؟ ايوه هتيجي هي دي ويندلس افكت بتاع البلانتر فاشيا كنترول. البلانتر فاشيا ماسكه في البروكسيمال فانكس بتاع البيك 2، لما يرفع يحصل تايتنس ليها وتريستور الارش مره ثانيه. طيب كده يبقى احنا وي كود لوك فور ذا بيشنت من الفرونت، فروم ذا باك، فروم ذا سايدز، الميديال واللاترال. تمام. طيب نيجي بعد كده. اتفضل. لو الكوست بتاع الفلات فوت اللي هو الويكنس اللي سبب ليجامنت كل الفاصل هنا هي واحد برضه هيتصلح، هيبقى اه هيتصلح. اه السبرينج ليجامنت ملوش علاقه خالص بالبلانتر فاشيا، ده قصه وده قصه. الريستوريشن هنا بيتم بالبلانتر فاشيا ويندلس افكت. السبرينج ليجامنت هو عباره عن الكالكينيو نافيكولار ليجامنت. تمام. حتى لو ويك وفي عندي الهيد نازله بيتصلح. تمام. اوكي تمام، هنحتاجك. خليك خلصنا كده الانسبكشن. خلصنا كل السايدز اوف ذا فوت ولا لسه في حته مش خلصناها؟ اللي هيمتحن عند الاستاذ دكتور خبيث الديب ويفحص الركبه وينسى يبص على البوبليتيال فوسه، طبعا دي فيتال ميستيك. واللي هيمتحن برضه عنده هيفحص كله وينسى السول اوف ذا فوت. السول دي التشاينيز بيعلموا دي علامات الجسم كلها. السول از فيري امبورتنت، يو هاف تو انسبكت السول بعد ما بتخلص. ايه اللي ممكن نشوفه في السول يا شباب؟ دي بقى بتعبر عن كل معاناه العيان، بتلاقي الحتت اللي عليها بريشر انت هتقدر تشوفها. حد هيشوف لنا السول؟ تمام، انت حفظت خلاص الاكزامينيشن يا حاج محمد. حاج محمد وصل معانا بقى له كذا. مين هيشوف السول؟ تعالى. لا خليك مستريح. لو تقدر ترفع رجلك هنا. بالظبط كده. ها شايف ايه؟ طبعا دي اكتر حته بنلاقي فيها عليها كلوزيتيز موجوده هنا اهوت، ودي انديكيتس ان في فيري هاي بريشر في الحته دي، فيري ثيك كلوزيتي. ايه تاني؟ برضه في عن الميتا تارسنس بتاع السكند والثيرد في ارض. برافو عليك، هو شايف حاجه هنا اهوت كلوزيتيز وفيري راف سكين في الحته دي. اتس جيوغرافيكال وايد اريا، ما هياش حته لوكالايزد وواسعه هنا. حد يعرف يسمي لنا الكلوزيتيز دي اسمها ايه؟ بنسميها ايه كبتوع فوت او يعني بتوع بقى محترفين؟ بتوع ليزاروف. طيب ما ليزاروف بيشتغلوا الفوت واحنا ما بنشتغلش. دي اسمها ايه؟ اسمها ثيرد روكر كالوزيتيز. ثيرد روكر كالوزيتيز دي اللي هي بتبقى كالوزيتيز نتيجه لايه؟ الثيرد روكر دي الفيرست روكر، دي السكند روكر، دي الثيرد روكر. عارفين الروكر بوتوم بتاع البتاع؟ فالفيرست روكر اللي هي بيسموها لو لقيت كالوزيتيس تحت او البين، مهم قوي البين تحدده الكالوزيتيس، اذا فيرست روكر ولا سكند روكر ولا ثيرد روكر. مع الهيل ده بتاع البلانتر فاشيتس والحاجات دي كلها البين. تمام. البين اللي موجود هنا اسباب كتيره قوي، الميد فوت بين والسبتيلر، ده السكند روكر بين. ثيرد روكر بين وكالوزيتيس دي بتاعت الميتاتارسالجيا. تمام. طب هو العيان ده عنده ليه بريشر على الحته دي؟ ليه؟ عشان الديستورشن بتاع
المراجل بتاع السكن. طب هو البي بيقول على حاجة ان احتمال السكن متطرسر تكون لونج. طب في الله ينور عليك. تمام. البريشر معناه ان في حمل زياده. ايه اللي خلى في حمل زياده دي؟ حاجه بنسميها ترانسفيرد ميتاترزالج. البيك تول المفروض بيشير اباوت 1/4 من الويت بيرنج. لما بيحصل هالوكس فالجا سوبرونيشن اول ذيز ويت بيبقى ترانسفيرد على السكند والثيرد والفورث. تمام. ده بيعمل لي البريشر, ده يعمل لي الكالوزيتيز. انت قلت حاجه كويسه, قلت ساعات بتبقى ميتاترسال لونج او ديبريست وتعمل بريشر. اقدر من شكل الكالوزيتيز اعرف هل ده نتيجه اللونج ميتاترسال ولا دي ترانسفيرد على دي. اما بيبقى في عندي لونج ميتاترسال او ديبريست ميتاترسال, البريشر بيبقى فيري لوكالايزد على الحته دي بس مش جيوغرافيكال. عشان كده احنا قلنا دي جيوغرافيكال, واخده حته كبيره, ودي بيسموها كتير قوي بيشوفوها الناس يقول لك عليها ايه, عين سمك. يعني كتير قوي بيشخصوها الكالوزيتي دي اللي هي بتاعه اللونج ميتاتاسه دي ان هي عين سمكه. تمام. انما دي جيوغرافيكال واسعه, دي بتاعه الترانسفيرد ميتاتاسه. يبقى ده الانسبكشن اوف ذا سول. ليتس موف. تمام. الانسبكشن اوف ذا سول زي ما انتم شايفين في الصوره كده, ممكن يوريني برده ايه الالسرز بتاعه الدايركت. تمام. خلصنا اول كلمه او اول حاجه اللي هي الايه, لوك الانسبكشن. ايه ثاني حاجه؟ يعني مبيش. تمام. What do you feel? بوني شفت التيشو في تقسيمة قبل كده في جدول الحاجات. ايوه. يبقى زي شيت الجراحة زبان, لازم نعمل superficial and deep palpation. superficial palpation بشوف بيه ايه, temperature و tenderness. ده مهم في الفوت. Very important. ده المصب النهائي بتاع كل الفاسكولار والنيرولوجيكال والديابيتيك والكلام ده كله, صح؟ السوبرفيشال. فلازم نقيس, نحط الرجل الثانيه, معلش نحط الاثنين جنب بعض الاثنين. تمام. بنقيس from to distal to proximal ونبدا بكمباريزون بظهر الايد من هنا لهنا, ونطلع ونشوف التمبريتشر بتاعتنا هتبقى شكلها ايه. ده السوبرفيشال. الديب, what do you feel في الديب؟ deep palpation عامة اهم. tenderness رقم واحد, بنشوف tenderness on what, bony prominence, soft tissue, joint line, tendons, ligaments. تمام. هنقعد نعمل ده كله. You have to direct yourself ناحية ال patient complaint. ال pain, الوجع بيجي لك فين mainly, وتبدأ تعمل مش حافظين, يعني ما تبقاش حافظ مش فاهم, direct ناحية الجزء دوت. عادة ال patient يقول لك العيان بتاع ال pain في الأنكل بيعمل كده بيشاور عليه كده. تمام. العيان بتاع السب تيلر عادة بيشاور كده على lateral aspect. الفور فوت او الميتاترسالجا بيشاور قدام, بتاع الهيل بيقول في الكعب. فانت بتدايركت ناحيه التندرنس. مفيش مانع ككلاسيك في الاكزام انك تفحص كل حاجه, بس فيرست يو هاف تو ستارت بين البيشنت دايركت يو, انت هتحس التندرنس فين. تمام. اوكي. فعندنا الجوينت لاين الانكل, عندنا السب تيلر بتحسه, بنحس السب تيلر فين صحيح؟ تحس البين بتاعه فين؟ عصب تيلر. ها؟ عصينا ستانساي تحت اللاترال ماليوس, وقدامها سنتي واتنين سنتي, ده مكان السب تيلر بين, وبيبقى دايركتد لورا. طيب. تمام. يعني باختصار يا جماعه, موضوع التندرنس ده عشان مهم قوي ان انا لوكالايز البوينت اوف ماكسيمم ايه تندرنس. ايه الحاجات المهمه عموما؟ صح. الميديا ماليوس. تمام. لو طلعت قدامها على طول انتروميديا كده وضغط, ده يعني ممكن تدرس انتيريور. ولو في او سي دي بوستيكوندرال او السر في التيرس غالبا بتبقى في المكان ده. طيب ورا الميديا ماليوس
ايه مهم اللي هي الاسبوستيك. طيب الناحيه اللاترال مايلس تمام قدام اللاترال مايلس ايه الانترولاترال اللي الحته المهمه جدا اللي كل الناس بتشتكي منها الانتيريور تيلوفيدرال ليجامنت اللي هو الناس كلها اللي بيحصل لها انفيرجن او سبرين بتشتكي من المكان. طيب ورا اللاترال مايلس البيرونيال تندرز تمام نكمل اللاترال والطلعه اللي قدام شويه تحت وقدام التيبو فراكي المارس الساينس ترساي او السبتيريور جوينت. بعد كده الحته المهمه اللي لازم افحصها برضو البيس اوف ذا ايه اوف ذا فيبس ده الكلام ده على طيب بعد كده بقى اكمل بقيه الحاجات كلها على ميديال سايد بقى ممكن احس الايه الجيوبروسكي بتاعت النافيكولر قدام الميديال مارس على طول اطلع بعد كده على البانيوم. يعني احنا كده خلصنا الايه الحاجات المهمه اللي المفروض تبقى. طيب بعد خلاص احنا كده ثيرد ايتم في البالبيشن انت حسيت سوبرفيشال حسيت ديب فور تندرنس وبعد كده ثيرد ايتم في البالبيشن وده مهم قوي نيورو فاسكولار اكزامينيشن اهم حاجه البلس بتاع الدورسالس بوستيريو الدورسالس بيديس والتيبيالس بوستيريو فيسلز تمام البوستيريو تيبيال فيسلز جميل تمام نيجي للايتم اللي بعد كده خلصنا اللوك وخلصنا في الموف يعني اشوف الرينج اوف موشن ايوه بالظبط كده في بتاع الجوينتس. طيب مين هي الجوينتس المهمه اللي اختبرناها في الكوره الانكل؟ الانكل الثاني سبتينر الثالث. طيب عايزين حد فولنتير مين؟ هيتطوع يفحص تعال يا شيخ تعال 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 يلا هنعمل احنا عندنا انت قلت دلوقتي في اكتف وباسيف بنبدا بايه ان جنرال في جنرال اورثوبيديك ها بالاكتف اقول مش عايز اتحرك بنبدا بالاكتف ليه بنبدا بالاكتف وعشان لو العيان عملها مش محتاج ان انا اعمل باسيف تمام ده ان جنرال في الاورثوبيدكس. طيب هنعمل الاكتف ازاي بقى هتعمل اكتف قول لي الجوينت اللي بتفحصه هتعمله ازاي دلوقتي هعمل اكتف بالنسبه للانكل للانكل تمام انا اقول له على نفسي كده وخليه النقطه دي مهمه جدا بنشوف بقى في الامتحان حاجات كتيره قوي اتحاد الاوسكي بيبقى مدته 6 دقائق وتيجي تخش انت مرتبك 7 دقائق ماشي هتقطع الدنيا في الديات وبتيجي بتبقى مرتبك ومش عارف ايه وبتاع اسحب رجلي فوق اسحب رجليك لفوق بتقول له كده يروح ساحب رجليه لفوق يا عم اسحب رجليك لفوق يروح راجع رجليك فوق اللي عمله هو ده هو ده هو. اللي هو بنسميه patient education للتست انت بتعمله له فيعمله زيك ازاي اسحب وش رجلك كده وتوريها له تمام دي قواعد الباسيف اكزامينيشن ابدا بالنورمال وبعد كده الافكت تمام خليك قاعد كل شريك لك على قد ما تقدر زي في الاول رجليك دي اللي تعبانه ولا الاثنين دي اللي تعبانه الشمال الباقي جامد الشمال خلي شريك لك على تمام كده بيعمل انكل دورسي فليكشن تمام بعد كده تمام انكل بلانتر فليكشن تمام بعدين شوف على النورمال تمام على الاب ممتاز نفس الحاجات اللي قلنا لورا كومبيرد بالاذر سايد كله هتنسى المفروض تعمل هنا وهنا ورا بعض تمام حلو قوي طب انا مش عارف الدكتور فاضل بيه بامتحانكم ازاي بس مثلا اللي عندنا في الاوسكي في عين شمس واللي الجماعه اللي سقطوا كتير معانا اللي قاعدين معانا عارفين يعني ان ايه الشر بره بعيد لا ما في ناس معانا يعني احنا بنحط الايه الجينيومتر مهم هو قال كويسه مش وحشه كويسه مش وحشه دي تسقط على طول يعني على طول كويسه مش وحشه دي تسقط على طول في جينيومتر في ايده بيطلع الجينيومتر وبيقيس الانكل انا مفيش حاجه اسمها كويسه الانكل الموفمنت اوف ذا جوينتس از ا رينج انت بتلاقي في الكتب مكتوب رينج والرينج ده سبيسيفيك للبيشنت انت بدات بالنورمال سايد تمام قسته بتشوف التاني ليميتد بالنسبه للسايد ده ولا لا بتقول الرينج بتاعه كذا واقع في النورمال رينج ولا مش واقع
والناحيه الثانيه زيها عامله ازاي. تمام اوكي كده عملت انكل سب تيلر سبورين اكتف اصلا بالباسف طيب خليه يخلص كله اكتف اه تعالى يا باشا ها كمل سب تيلر باسف يلا عشان هو احنا هنا بس لظروف اللوجيستكس بس احنا عاملينه وهو سيتنج الكلام ده المفروض وهو نايم تمام بيلف كده انفيرجن كده انفيرجن تمام ممتاز طيب كده عملت بس اكتف رينج اوف موشن الباسيف رينج اوف موشن ده ودي مهمه جدا 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 في الفحص ازاي نعمله تمام حد بقى تاني اتفضل هيعمل لنا passive range of motion للانكل تعالى تعبنا معاك حد هيعمل هنا وبعد كده هنعمل هنا ها مين هيعمل active range passive range of motion يلا شباب حد يقوم تعالى تعالى الصف الاولاني ده ملطش اصلا هو ده طب تحب بالجنب بالجنب معلش عشان بس كله يشوف طيب عايزين هو هيفحص دلوقتي انكل دورسي فليكشن ها عايزين كومنتات من الشباب اللي قاعدين وطبعا لازم فليكشن طيب هو لازم فليكشن للي ولا هو ساعات نعملها ان اكستنشن ومره انفليكشن طيب يعني مش لازم فليكشن للي طب خلينا نعمل تاني كده ونركز وحد يقول لي كومنت ايه رايكم طب اول كومنت هو وضع ايديه مظبوط هو ماسك فين ماسك فين فور فوت صح لو العين دوت هايبر موبايل فيرست راي ولا عنده ليجامنت سلاكستي العين ده هيحصل ايه هيديك درجات اعلى كتير وهيديك فولس اول حاجه البوزيشن اوف ذا هاند تمام حسب البوزيشن اوف ذا ليمب اللي انا بفحصه تمام هو هيمسك وان هاند اما اجي افحص جوينت وان هاند اباف ذا جوينت الاذر هاند بيلو ذا جوينت اول هاند هنا تاني هاند هو برضو كده برضو مدخل التيرنا بيكر ها هتمسك فين فين حط ايديك الناحيه التانيه من الناحيه دي اسهل عشان تحرك الانكل فوق وتحت ايديك على التيلس الايد التانيه ماسكه التيبيا تمام فوق وتحت فوق وتحت اوكي نقطه مهمه انتوا بتقولوها مهمه برضو اما باجي بعمل تيستينج اللي هو ايه اي شود ابوليش اي انترفيرنس من السب تيلر تمام بنعمل ايه بناخدها في انفيرجن بنعمل لوكينج للسب تيلر جوينت ان انفيرجن فبتبقى الايد كده ماسك الانكل كده وعامل انفيرجن للسب تيلر جوينت يعني فوت واخدها في سوباينيشن او انفيرجن اوكي ماشي الحال اوكي ده كده الدورسي فليكشن بعمل له تيستينج ان اكستنشن هنعمل له تيستينج تاني ان فليكشن اسمه ايه التيست ده سيلفر سكويل تيست دي نوتس ايه الفرق حلو قوي هو هيجاوب اقعد بقى هو هيعمل دلوقتي دورسي فليكشن ان اكستنشن وهيعملها انفليكشن تفرق ايه بشوف انا ولا بعمل فليكشن اوف ذا ني انا بعمل ريلاكسيشن اوف وات جاستروكنينيوس ماسل تمام لو عامل اكستنشن الجاستروكنينيوس بتبقى شد تايت تمام
لو العين ده هشوفه عايز جاستروكنيميوس ريسيشن، يعني المشكلة عنده كونتراكشن جاستروكنيميوس ولا لا. لو لقيت العيان وهو ان اكستنشن زي ما هو انفليكشن، يبقى ان ذيس كيس البيشنت عنده نورمال جاستروكنيميوس. لو لقيت العيان بيبقى عنده ليميتد دورسيفليكشن ان اكستنشن وانفليكشن بترتاح، يبقى العيان ده عنده تايت جاستروكنيميوس. في الحاله دي انا هحتاج اعمل له جاستروكنيميوس ايه؟ ريسيشن. تمام. طيب ده كده الدورسيفليكشن والبلانتر فليكشن اوف ذا انكل. الخطوه اللي بعديها هنعمل سبتيلر جوينت. انت ماسك فين؟ انت في ايه تيست ايه دلوقتي؟ دي يا جماعه خدوا بالكم كومن بيت فولز اثناء الاكزام، بوزيشن اوف زيرو هاند دي مهمه جدا. انت بتست ايه؟ سب تيلر وريني. ريال لايف سيتويشن. السب تيلر بين ايه وايه؟ بين انت بص المشكله اللي انت محتاج تعكس ايدك. ايوه تمام. ها وري تمام. موضوع صعب يا جماعه. تمسك الايد في الرايت فود، هتمسك الهيل بالليفت هاند وتحط ايدك على التيلس. تمام. يو ار فيكسينج التيلس دلوقتي. تمام. علشان ما يحصلش موفمنت اوف ذا تيلس انسايد ذا مورتس، بتثبت التيلس بايدك وبتمسك الكالكينيوس بايدك الثاني وبتعمل تيست بالطريقه دي. يبقى كل الموشن جاي عندي منين؟ من السب تيلر. تمام. انفيرجن وايفيرجن. انفيرجن وايفيرجن بينفول شويه. هو محتاج، هو خلاص ده عنده ساينس ترساي وجعه اهو. تمام اوكي. يبقى في عنده انت عندك ناحيه ريجيد شويه بس الشمال مش دي. هنعمل بقى الناحيه الثانيه. وريني تمام. على فكره يا جماعه يو هاف تو براكتس ذيس عشان ما يبقاش اول ما بص هو بيبان في الامتحان انت بتمثل وبتعمل كده ولا دي انت بتشتغلها على طول. تمام. يعني حافظها وداخل تعملها بيبان، هتلاقي اللفخه ديت. انت لو كل يوم وانت بتفحص الفود بالطريقه ديت تعود نفسك تمسك الانكل ازاي وتمسك السبت ازاي، هتلاقي الامور بتمشي في الامتحان ده البراكتس. تمام. يبقى انا عملت كده سب تيلر وانجل. في جوينتس ثانيه بفحصها رينج اوف موشن. الفيرست ميتاتارسال نورمالي بقدر اجيبها لحد هو رينج برضه دورسي فليكشن بتاعه لحد كام؟ لحد مين يزود؟ ممكن لحد 90 دورسي فليكشن وبلانتر فليكشن لحد 30. تمام؟ نفرد الرجل كده. لا خليه هو يحطها. تمام. هو قال لك اهو انت تمسك فين؟ امسك على ايه؟ بروكسيمال فالينكس وزق. تمام عشان ما تخرجش الايه. طيب اوكي اوكي تمام. التيست ده ممكن هو بس دي حاجه برضو ادفانسد شويه. بتحسبها نيوترال بالنسبه للميتاتارسل، بالنسبه للميتاتارسل مش للجراوند، لان الميتاتارسل بتبقى نازله. هو بيمسك وعمل كده دورسي فليكشن، انا قادر اجيب 90. خدتوا بالكم لما كان هو ساند من هنا وجي عمل دورسي فليكشن بيقل بيقل صح؟ ملاحظين كده؟ دوت اسمه باسيف دورسي فليكشن بس ان نون ويت بيرنج بوزيشن. ده مش فانكشنال، ده مش الفانكشنال دورسي فليكشن تقدر تجيبه بسهوله. اللي يهمنا دايما الفانكشنال دورسي فليكشن اللي هو ايه؟ بتبقى زي الميتاتارسل ورافعها اكنه ويت بيرنج. ده بيبقى خلي ال 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 اسمها ايه البلانتر فاشيا بتبقى تيزرد او ثابته. تمام. واجي اعمل دورسي فليكشن هتلاقيه بيقل
ده اسمه الفانكشنال دورسيفليكس. وانت رافع الميتاتارسا ده الفانكشنال الويت بيرنج. تمام. انا ببقى محتاج كفانكشنال دورسيفليكشن قد ايه عشان امشي؟ 20 ديجريز بالنسبه للميتاتارس. 20 ديجريز از انف بالنسبه للميتاتارس. عشان كده لما اجي بعمل فيوجن للام تي بي جوينت بعمل ايه؟ ان 20 البوزيشن اوف فانكشن بتاعي 20 ديجريز اوف دورسيفليكشن. فالعين يقدر يمشي ويعمل الكليرنس بتاعه مظبوط. تمام. اوكي ده كده الموفمنت. اوكي طيب يبقى تو سام اب الهيستوري بتاع العيان. You have to check the smoking. You have to check the diabetes. You have to check the patient complain A. هل هو pain؟ هل هو deformity؟ احنا ما فيش حاجة بنعملها cosmetic في العيان. لا يعني ما فيش عنده pain ما بنعملش عملية cosmetic في الفوت. بيبقى ليها مشاكل كتير. يبقى ال pain, the deformity, the function. دول التلات حاجات في الهيستوري المهمين. الحاجة التانية لما بنيجي نفحص العيان. Look for systematic problems موجود عند العين. إن كان روماتويد, hyperlaxity, إن كان عنده inflammatory conditions, gout, الحاجات دي كلها اللي بتأثر على الفوت. نمرة تلاتة بتشوف السباين بتاع البيشنت بيبقى reflected. لما نيجي نفحص العيان you have to expose him well من فوق لحد تحت. You have to check the whole limb alignment والfeet alignment. You have to inspect the patient in all directions and never forget the soul of the patient. Inspection of callosities gives you clue about the problems of the patient. Callosities دي مهمة جدا بتديك مؤشر هو فين. النقطة اللي بعد كده when you feel the patient direct your palpation ناحية the patient complain mainly. وبعد كده افحص الحاجات التانية بعديها. Never forget the neurovascular bundle examination لان ده عيان فوت واي بروسيدور بريفري كده ممكن ياثر على السالفج بتاع الليمب ده بصوره او باخرى لو عملت حاجه في كومبرومايز في وجود فاسكولار كومبرومايز. والنقطه المهمه جدا لما تيجي تفحص العيان في الموشن ان انت تو بوت يور هاند كوركتلي تفحص الجوينت تو ابولش الاذر جوينت انترفينشن عشان تعرف الرينج اوف موشن بتاع العيان ده قد ايه. Lastly, be systematic. تعادش العيان وتقومه وتلافه. يعني خلص كل التستات بتاعتك in one step. تمام؟ نضيف حاجة صغيرة اللي هي the special tests. تمام؟ دي آخر حاجة في الآخر خالص. ودي related للcomplaint بتاعت العيان. عايزين نقول إيه الحاجات المشهورة العيان بيشتكي منها وإيه the special test بتاعتها. العيان إحنا قولنا في أول كده. العيان اللي عنده test plan of others. الفورمتي انا عايز اتاكد اذا كان الفورمتي دي فليكسبل ولا ايه ولا ريجيد. تمام. احنا قلنا التست اللي احنا بنعملها ايه الهير رايز وايه هو اللي بيسموه جاك تيست اللي هو اسمه يعني دوت عليه جونز هو جاك تيست. تمام. طيب اذا كان العيان عنده العكس بقى عنده كيفو فارس ديفورمتي ازاي اعرف اذا كان ده فليكسبل ولا ريجيد؟ إذا كان العيان بيشتكي من أكيل ستندم، طيب أكيل ستندم هعرفه من إيه؟ إحنا لسه قايلين التست ده، طب إذا كان عنده ربشة ولا أكيل ستندم؟ خمسون تست. يعني دي أشهر الحاجات بالنسبة للسبيشال تست بتاعتي في الجامعة. دي هتحتاج بقى إن شاء الله في كل حاجة أو تحت كل سب سبيشاليتي يبقى ليها يعني قاعدة نعملها. ده الجنرال فوت أند أنتي إكزيميشن. أي سؤال يا شباب؟ لا الترسو بتترسل جوينت عادة الموشن بتبقى فيها ضعيفة. في بعض الأحيان بتبقى فيها بفحصها لسبب من اتنين. يا إما في عندي هايبر موبايل فيرس ترسو بتترسل جوينت. تمام. اللي هو بنسميها هايبر موبايل فيرس تري. ودي حاجة بنشوفها في حالات الهالوكس فالجاس. نفس القصة بتمسك الفيرس متترسل وبتثبت إيدك على الميديا كونيفورم وبتحرك وبتشوف في موبيليتي عاليه فيها ولا لا. لان دي is one of the causes of hallux valgus. الهايبر موبيليفيس هو هنا ما عندوش. او بتفحصها فور تندرنس لما يكون في عندي مثلا عيان عنده نيجلكتد ليس فرانك ترسو ميتاتارسال اوستيو ارثرايتس الحاجات دي. فاهم؟ سؤال تاني؟ الكالسيوم
Shoes is one of the steps of the inspection. Gate from all directions and shoes examination. Okay. Yes, Ella? شكرا لكم. انا اسف دكتور مصطفى معلش انا اسف ان احنا عطلناك بيه ربنا يخليك.